الاكتئاب، الاكتئاب هو عنده شق منه وراثي بس شق كبير منه له علاقة بالمحيط. حتى لو في استعدادية وراثية لبعض حالات الاكتئاب، في كمان حالات اكتئاب بتبين حتى من دون وجود استعدادية وراثية، لأنه الاكتئاب له كتير علاقة بالمحيط. أوقات بيكون في حالات نفسية، أزمة نفسية معينة من وراء التواجد بمحيط مثل ما حكينا ما بيأمن الفرص المناسبة، ما بيأمن الخدمات المناسبة، أو يعني أي عوامل. مثلا رح أعطيكي مثل، إذا مرة مثلا معنفة عايشة مع شخص بعنفها كل يوم، إنه أكيد حتى لو أعطيتيها دواء رح تضل عم بتعاني من أزمة نفسية. سو هذا إذا بدك مثل على كيف المحيط بيقدر يأثر على الصحة النفسية. أولاد مثلا عايشين بحالة خوف، بحالة رعب، بحالة حرب كل الوقت، أكيد حتكون الحالة النفسية تبعهم مأثرة حتى لو هن ما عندهم ولا أي استعدادية وراثية أو مرض نفسي مسبق. فإذا كيف بتبين الحالة النفسية؟ حالة الاكتئاب بتبين إن كان لها علاقة بالمحيط أو إن كانت لها استعدادية وراثية، بس أكثر نحن رح نحكي هلا على لها علاقة بالمحيط، لأنه حكينا عن كل العوامل الخطر يلي معقول نتعرض له. بتبين أول شيء الشخص ببلش يحس إنه هو ما بقى عنده لذة بشيء، ما بقى له لذة يعمل شيء، ما بقى في شيء بيبسطه. الأشياء اللي كانت تبسطه قبل، مثلا افترضوا إنه يقعد مع أولاده أو إنه يقعد مع أشخاص بحبه أو مع أصحابه، بتصير ما بقى لها أهمية أبدا عنده. إحساس بالحزن دايم، مش إنه حزن فينا كلنا نحس بالحزن على يومين ثلاثة، بس حزن فعلا متواصل على أسبوعين بشكل عن جد متواصل. قلة نشاط، مشاكل بالنوم، مشاكل بالأكل، مشاكل بالتركيز، بس أكيد على فترة، برجع بقول مش على يومين ثلاثة، لأنه كلنا فينا نقطع بفترة نكون شوي متضايقين، يومين ثلاثة يكون عنا هيدول العوارض. بس إذا قال هالعوارض طولت أكثر من أسبوعين وبلشت تتأثر على حياتنا اليومية، تأثر على إذا بدك إذا بدكم ال يعني الانتاجيه تبعنا او الفعاليه تبعنا او الاشياء اللي نحن بنعملها عاده، انه ما بقى فينا نقوم على اولادنا، ما بقى فينا نروح على شغلنا، يعني عم بيكون له تاثير مباشر على حياتنا اليوميه. هون فينا نحكي انه لا، صار في حاله اكتئاب ولازم نشوف اخصائي نفسي. أوقات الاكتئاب خاصة عند الستات بيبين بعوارض جسدية، يعني أوقات الألم المزمن. في كتير مثلا ستات أنا كانت اشتغل معهم كانوا ما كانوا يقولوا انه هن مكتئبين، ما كانوا يستوعبوا انه هن عندهم اكتئاب او قلق، بس كان يكون عندهم اوجاع بكل جسمهم، يعملوا فحوصات دم وانه كذا فحص ويروحوا عند كذا حكيم وما يطلع في شيء. بس مش يعني هن عم يتوهموا، مش يعني هذا وهم، مش يعني هن عم يتخيلوا انه هن موجوعين، هن عن جد موجوعين، دماغهم عم بيأثر على جسمهم وعم يجي يعطيهم سينيال، عم يجي يعطيهم الارم انه انتبهوا، هيدا يعني انه انتم مش منيح، يعني جسمهم بيكون عم بيعبر عنهم، بيكونوا هن منهم مرتاحين، مش قادرين يعبروا او مش عارفين يعبروا، جسمهم بيعبر عنهم. مشان هيك بحالات كمان الالم المزمن والاوجاع المزمنه يلي ما لقينا لها سبب عضوي محدد، لازم كمان هيدا السين هو اشاره انه في شيء مش ظابط وانه انا ماني كتير مرتاح وانه لازم استشير اخصائي نفسي.